السلام عليكم، صباح الخير جميعا. من على ضفاف تشارلز ريفر، هذه الجسور كلها تربط المنطقة هذه بكامبريدج. المنطقة اللي قدامنا هذيك فيها كامبريدج اللي فيها هارفارد، وأما هذيك يا جماعة فهي بوسطن والداونتاون. ما هي بعيدة، ما هي بكبيرة، يعني بوسطن وطرفها اللي هي كامبريدج وسمرفيل، ويعني هذا الأحياء الصغيرة. اليوم بكرة آخر شيء لنا إن شاء الله، كل يوم إن شاء الله نحاول نعطيكم نبذة بسيطة عن المدينة وعن هارفارد. طبعا لها أنشطة كثيرة، الركض وهذه القوارب السريعة أو حتى القوارب العادية. ميزة الفنادق اللي قريب هارفارد إن الشتل عندها الباص ياخذك من الفندق إلى هارفارد سكوير ويرجعك، وترك خله الفندق، وهذه ميزة. الشيء الثاني أفضل إنه فاهم الأجواء حقت هارفارد، مكتبة والبزنس سنتر هذا وطباعة الأمور مخدوم، يعني ما يحتاج إنك تروح تطبع برا ولا شيء. ولا يا جماعة يعني للمعلومية، هارفارد ما هي حرم جامعي، لا ما هو حرم جامعي، يعني تفكر مثل إنه جامعة ولها أسوار ولها بوابات وكذا ومدخل، لا هي مباني مترامية الأطراف في وسط حي كامبريدج، فيها زي سكوير سمينا هارفارد سكوير، فمتداخلة معها المحلات، البيوت، الناس، وتلقى مثل مكتبة في المنطقة الفلانية، فهم يعني دامجين الحي مع الجامعة بحيث أنه يكون متكامل، يكون يعني زي ما تقول حي سكني دراسي تجاري إلى آخره. شوف هذه كلها ما لها علاقة بالجامعة، لكنها مستفيدة من الجامعة، الجامعة مستفيدة منها. هذا هو هارفارد. حلو، هذه كلها المباني السكنية اللي أقول لكم، والتجارية والأسواق والكافيات والمباني الجامعية. وإذا جيت تسكن حاول تسكن المنطقة هيك على النهر. اليوم الأخير هنا فطور، هناك وهنا كراس، بس خلينا ننزل الأغراض. طبعا اليوم مسموح إنه نصور ونتكلم وكذا، يعني فهذه القاعة الكاملة جاي على شكل ثلاث طاولات. طبعا القاعة هذه يعطينا الفطور والغداء والأكل والسناك متوفرة، بس صراحة شيء جميل يا أخي، عندهم عبقرية في تنظيم ورش. اليوم كان أغلبه خاص بالمفاوضات، كيف يكون عندك مهارة التفاوض لكفاءة المنظمات أو كفاءة المؤسسات أو كفاءة الحكومات أو كفاءة حتى بزنسك الخاص، كيف أنك تحضر مكان تفاوض وتطلع منه ناجح. فقسمونا جروبات وجابوا كيسات يعني حكومات أو كفاءة حتى بزنسك الخاص، كيف أنك تحضر مكان تفاوض وتطلع منه ناجح. فقسمونا جروبات وجابوا كيسات يعني قضية، مثلا قضية قبل شوي قضية طاقة بين شركتين كبيرة في أمريكا واحدة في ألمانيا، ويعطونك الحلول أو العروض المقدمة من الشركتين كيف تفاوض. فقسمونا الجروبات، يعني الحضور يا جماعة أغلب الموجودين في الدورة تقريبا من 7 دول ومن 6 ولايات ومن قطاعات مختلفة، اللي في الغاز واللي في الاي تي واللي في الصحة واللي في، وكلهم كفاءة عالية، مؤهلاتهم عالية، اللي نائب رئيس واللي مع دكتوراه واللي مع، لكن أغلبنا 90% في أمور التفاوض هذه فشلنا، المعايير الأمور يعني يعني مو بأن فشلنا بطريقة يعني لا، بس أنه كل واحد كان عنده تصور معين، قلت لا، هو التفاوض علم ومهارة تكتسب وتطور، وليس أنه أغلب الناس يقولك فلان والله فلان من ولد هو عنده فن إقناع وعنده مفاوض جيد أو محاور جيد. هذه صح موجودة، لكنها بالممارسة وبالحالات وبالقراءة السيناريو كامل. يقولك أنه الشركة الأمريكية خسرت مع الشركة هذه الأوروبية الألمانية بسبب أنها ما قرأت أمور كثيرة، حاجة واحدة منها اللي
العقلية، فن التواصل والثقافة الألمان أنفسهم، هذه كلها أمور تختلف، تختلف عن المعطيات، تختلف عن أمور. يعني حتى واحد برازيلي قبل شوي كان يتفاوض مع واحدة أمريكية، قال له خلاص أنا وثقت فيها وعطتني كلمة كذا، قال الأمريكي عندنا ثاني، لا إحنا الأمريكان ما في شيء اسمه ثقة. يتفاوض مع واحدة أمريكية، قال له خلاص أنا وثقت فيها وعطتني كلمة كذا، قال الأمريكي عندنا ثاني، لا إحنا الأمريكان ما في شيء اسمه ثقة، في شيء اسمه مصلحة، مصلحة العامة. فكل شوي يطلع منه واحد، بوريكم فيديوهات اللي قبل شوية تفاوض، يطلع منه ممثل يروح يقابل ممثلهم ويجون هنا يتفاوضون ويرجع لنا الفريق ويقول لك لا والله أنا جبتكم عرض كذا كذا والفريق عندي جاب عرض كذا كذا. فموضوع شيق جدا. Alba 2, put in a price of 10, Bhatti 2, put in a price of 10, profits of 5 and 5, their cumulatives are 10 and 10. Alba 3, put in a price of 30, Bhatti 3, put in a price of 10. هذا مثلنا هناك في الأخير هناك، هذا مثلنا راح بالتوفيق له. طبعا الآن يأخذنا صورة جماعية. Yes, I got it. هنا صورة هنا. طبعا طالبين نموذج نعبي عشان يستخدمون موافقتك على أنك تستخدمون في الصور ولا لا، إنه لنا بينشرون عندك موقع أو يشرح لك بعدين. هذه قاعدة كبيرة جدا، لأنه أغلب الأقسام والكليات في هارفارد هي تعتمد على الوقف والمنح. يعني رجل أعمال مثلا ويبي يوقف شيء له أو لابنه متوفي أو اللي يكون، لذلك صار يمنحونها منح. طيب هنا طلعنا بقصة جديدة، القصة الجديدة هذه سبب من أسباب وجود أعرق الجامعات الأخرى. شين هي القصة؟ طبعا هي مهي بجديدة، القصة هي متداولة، اللي هي طال عمرك أنه قبل تقريبا هو مدي كم سنة، يعني فوق 100 سنة، جاك شايب ويا زوجته كبار سن كبوا القطار وجوك إلين وقفوا في بوسطن، وراحوا المدير جامعة هارفارد. السلام عليكم، السلام، حي مية، كيف الحال؟ طبعا اعطيك اياها بالشعبي. طبعا هذه طبعا ما قبلوا على طول، موعد في موعد، المهم طفشوا. اخر شيء قالوا لازم نقابل مدير الجامعه. يوم قبلوه طالع فيهم، لهم يعني ملابسهم عاديه وهيئتهم ولبسهم ما هو بلي، يعني ما يوحي انهم ناس جادين. يعني قالوا احنا يا ابن الحلال ولدنا متوفي ونبي يعني معنا فلوس، نبي نوقف أحد الكليات أو أحد المباني باسمه. فمدير الجامعة يقولون طالع فيهم بسخرية وكذا، يعني أنه من جد ترى علشان تحط لك وقف المبنى ولا شيء بيكلفك كذا كذا، فأعطاهم رقم خيالي. الرقم هذا يفسرون أنه لسببين، أما أنه أعطاهم رقم من راسه بس عشان يتخلص منهم، أو إنه يعطيهم يعجزهم يقول لك يا حبيبي ترى ما تقدرون عليها. قال علشان تأخذ لك مبنى أو كلية وتوقفه باسم ولدك لازم تدفع تقريبا مدري كم، 10 مليون مدري. المهم إنه في وقت هذاك الوقت يقولون قال الشايب ويا زوجته لا، ليش ندفع المبلغ هذا في مبنى؟ ندفع المبلغ هذا في جامعة. وفعلا راح الشايب هذا ويا زوجته وبنوا جامعة سانفورد اللي في سان فرانسيسكو، اللي تعتبر ثاني أقوى جامعة في العالم، وصارت تضاهي وتنافس هارفارد. طبعا القصة هذه متداولة، حتى قبل شوية أسأل البروفيسورة قالت متداولة عندنا بشكل واسع، لكن هل هي مسجلة؟ هل هي موثقة؟ لا. أنه جامعة سانفورد العريقة اللي موجودة في سان فرانسيسكو قامت أنه اثنين زوج وزوج تشيبان جوك هنا يبوني قبل رئيس الجامعة، زي ما قصتهم قصة انه حاول يتخلص منهم، اعطاهم رقم فلكي، قالوا الرقم هذا نبني به جامعه مو مبنى، وبنوا جامعه سانفورد. سلامتكم.
الوكاد إن هذه طال عمرك جامعة هارفرد، بعضها محلات، بعضها بنوك، بعضها أماكن تجارية، بعضها مباني. يعني نشوف هنا هذا مبنى الجامعة، هناك في مكتبة، هذا لا سكن، هذا بيت أحد، هذا كافي، هذه تسوق، يعني ما له علاقة نهائية. ويجيك يقول لك واحد متخرج من هارفرد وحاصل على الأول، أنت خلني أدرس هنا طال عمرك وتكي في الكافي ذاك وأحضر الكلاس في الجامعة في المكان هذا وأمشي على الشارع ذاك وتعرف كيف أنا أجيب الأول. أكيد بتجيب الأول غصب يا أخي تلقائيا. هذا هارفرد سكوير، جميل، منطقة جميلة حلوة، لكن مغيرين فيها حاجات كثيرة. أنا أذكر جيتها قبل 4 سنوات مع الشباب هنا وكنا نتكي ستاربكس، هذا موقع رهيب وجميل وغير كذا قديم، لكن الآن غيروه. أول كان فوق كل ستاربكس ومع النوافذ اللي تشوفون هذه فوق مطلة إطلالة كاملة على هارفرد، لكن الآن غيروه خلوه هارفرد شوب، محل تسوق وكذا. هنا طال عمرك الباص ستيشن، بعد حرفيا كأنك في بريطانيا في لندن. وفعلا كامبريدج هي جاية من كامبريدج في بريطانيا. تجي على الجلسة دي على الأنوار هذه على هالكافي مقابل لك هناك وعلى الأجواء، يعطونك مسألة ولا يعطونك كتاب تقراه يا شيخ تلخصه في ساعة. وأهلا وسهلا بكم في بوسطن، هذا المكان الجميل جدا. لو تشوفون هنا هذه مكتبة، مكتبة عامة مكتب فيها الكومنولث، الكومنولث اللي هو دول بريطانيا، مملكة بريطانيا المتحدة ومعها دولها اللي كانت مسيطرة على مثل نيوزيلندا وأستراليا وكندا وإلى آخره، لكن بوسطن وأمريكا كانت فعلا تابعة لدول الكومنولث قبل استقلال أمريكا طبعا. فلو نعرف سبق أن قلنا أنه حديقة الشاي والتمرد الأمريكان على البريطانيين وعلى التجار البريطانيين بدأت من خليج قريب الواتر فرونت هناك، اللي بدأت منها يعني استقلال الولايات كلها عن أمريكا بما يسمى حديقة الشاي. الشارع هذا بولستون ستريت، تروح في الأخير كلها المكتبة هذه مرة جميلة. في هناك أيضا بريدينشال مول، من أحد المولات الشهيرة في بوسطن، ومركز تجاري جميل جدا. هذه ساحة حيوية أحيانا يقومون فيها الفعاليات والألعاب. أذكر 2017 و18 كانوا حاطين فيها فعالية رأس السنة، كان ثلوج وكذا وبغان حضرها وشار علينا واحد من الشباب الله يعطاه جزاه خير وعطانا مخرج، ما طلعنا منها إلا ما طلعنا منها الساعة 9 بالليل، مخرج ماخذين من الظهر. هذا هو Prudential Center، مركز تجاري كبير جاي على 4 شوارع، وأصلاً في جسر يقطع الخط السريع الثاني ويوديك لمنطقة ثانية من أجمل وأفضل الـ يعني صراحة المولات اللي في بوسطن حتى في نيو إنجلاند بشكل عام. إيتلي أتذكر في 2011-12 كانت الفود كورت طريقة تقليدية، صارت المطاعم اللي تجيك في المولات كلها، لكن أعتقد 2017 غيروه إلى ستايل هذا إيتلي، صار مرة مرة لذيذ ومرة جميل، حتى فيه الأكلات العضوية وحتى فيه طال عمرك منتجات عضوية وفيها يعني مطاعم مختلف الأذواق، وكأنك أنت داخل تتسوق وفي نفس الوقت تشتري منتجات، في نفس الوقت في مطاعم داخل متخصصة بالإضافة إلى مثلا الكافيات. أو جيت على آخر لحظة بدأ يقفل المول، شفتوا لو تدخل من هناك، هنا المنطقة هذه يعني مقسمة توزيع زي الموزع يعني في ال خلنا نقول تقاطع مشاه، هنا يوديك إلى جزء آخر لمول مرتبط بالمول هذا بس يقطع الطريق الثاني، وهنا يطلعك الحديقة الخارجية، وهنا برضه زي ما تقول جسر وياخذك إلى أماكن ثانية وعلى شارع آخر، ويوديك برضه إلى مطعم تشيز كيك فاكتوري وإلى وهلم مجر على ما يقولون. فهذا اللي يميز إن المكان هذا ما تمله صراحة إذا جيت. بقول لكم إن الحدث وأنتم شوفوا التاريخ متى، والله ما متذكر، بس إني أتذكر إن جينا
شفنا دوري ابطال اوروبا النهائي بين بايرن ميونخ وبين تشيلسي. شفتوا هذا لما اقول لكم المكان هذا بين بايرن ميونخ وبين تشيلسي، شفناه داخل هناك في الساحه الكبيره، شاشات وصاله والله ما ادري هو الفين و 16 دي 17 ماني متذكر. حتى اللي فاز اعتقد تشيلسي دوري ابطال اوروبا. شفتوا كذا لما اقول لكم المول كبير ويربط بين اماكن كثيره. شوف انا موقف سيارتي هنا في الاخير وجيت من هنا ودخلت من هنا طلعت من هنا طلعك على حي ثاني. ايوه شفناه هنا الشاشات هذه، الصالة هذه كلها كانت مفتوحة العالم، حتى أكثر الناس تشوفه من هنا، كنا موقفين هنا هذه كانت مفتوحة. إلى هذه بروجيكتر خلفية بعد ثانية، بس كانت الساحة دي والله كأنك في ملعب، كلها شاشات يمين ويسار، أجواء. فاللي بيجي بوسطن وكذا لا يفوت المنطقة دي، خصوصا أيام المباريات والفعاليات اللي تستحق. طبعا الان بروح انا وياكم الى الداون تاون، وهذا من الشوارع الصراحه الجميله جدا 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 في بوسطن، من في العالم يعني، من كثر ما زرت دول مدن الشارع هذا رايق رايق مره. اسمه نيو بيري ستريت، حتى فلاتر في السناب شات لها طابع خاص. المحلات والبوتيكات، فيها بوتيكات شعبيه وفي بوتيكات يعني ماركات. الشارع يا جماعه جميل جميل جميل. شوف هذا مثل البوتيك، هذا مثل البوتيك هناك، مره مره ممتاز. بعدين المحلات جايب طابعين، محل فوق محل تحت، محل تنزل له درج مثل هذا فوق يصير المحل هذاك تحت وهكذا. ايوه هذا كيف من المحل هذا، شفت في محل تحت واغلبها زي المطاعم اللي تجيك تحت ومطاعم فوق، مرة حلو مرة حلو. أتعب وأنا أقول إن الشارع هذا من الشوارع الجميلة اللي أنا زرتها. كيف شفتوا الشارع يا جماعة؟ هذا على اليمين وعلى اليسار نفس ستايل. في هنا شكشاك، الناس عشاق شكشاك. هذا الجهة الثانية، الوكاد إن البضاعة اللي بتجي تحصلها هنا ما تحصلها في أي مكان ثاني. شو المطاعم على اليمين تحت في الجلسات اللي هنا، وفي الجلسات اللي فوق، وايضا الجلسات خارجية هذا الظاهر عشان كورونا. المطعم اللي تعشيت فيه هذا هو ديرتي وار، هذا هو صوره مره ممتاز. شو كيف الاجواء، يعني لوحة فنية. شفت كيف بيوت ولا إذا أنت شخص سائح وجاي طال عمرك أمريكا وجاي نيويورك أو الجهة هذه، بتسألني هل أجي بوسطن؟ أقول لك تعال يومين ثلاث أيام، ثلاث أيام بالكثير، ممتازة وحلوة وجميلة وتبعد عن نيويورك أربع ساعات. ولو أنت جاي من نيويورك وتمر رود آيلاند، فيها مدينة اسمها نيوبورت، تجي على بوسطن برضو خيار جميل. وإذا أنت جاي من نيويورك تروح على بوسطن ثم شلالات نياجرا ثم ترجع على نيويورك، برضو خيار جميل. المهم انه حقه ثلاثة الى اربع ايام كفاية. شكرا لكم.